أهلا سعيدين جدا. خليني أنا أقول. لا أنا. الله يخليك أنا. طيب قول. أهلا سعيد. بطل. راح أوطي صوتك يا شيخ. لا 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 استنى. الحمد لله خلصنا موقعنا الجديد moshaya.com. زوروه، قاعد أكثر من أسبوع أصممه، إن شاء الله راح أطوره أكثر مع الوقت. إيش قاعد تقول هذا؟ صوت. إيش تبغى؟ بس أبغى أقول أنت غبي. وأنت أوف. لا. يستاهل. ما شاء الله أنس بيتعلم البرمجة على الماك. أنا اشتريت له هذا الكتاب يعلم الأطفال البرمجة. لما إحنا نزم أنس هو يزم كمان. أنس. لا. لا. قاعد يزم أنس مسكين. واو الرجال هنا في ستاربكس مرة طيب على الأطفال. دائما لما تيجي إيمان يعطيها قلم ويقول لها ترسم على الكاسة. شوف هلا هي هلا هي هلا هي على البحر. كان المفروض يصور مقلب اليوم، جيت الساعة 4:15 على الموعد. الطرف الثاني اللي كان المفروض يساعدني في التصوير اتأخر عليه يمكن ساعة، فتكنسل المقلب لأنه نافذة التصوير قصيرة جدا، لازم نصور وقت النهار عشان الإضاءة، أهم شيء وقت التصوير للإضاءة. فلما يغرب الشمس يعني صعب إنه الواحد يصور هنا، ما في إضاءة جيدة. للأسف الشديد دحين حاطيهم كم كلمة إن شاء الله أتعلمه عشان مرة جاي ما يتأخر. لما كنا عايشين بريطانيا كنا عايشين جنب أكبر من أكبر مولات في أوروبا، ويستفيلد ستراتفورد. فكان جدا convenient. convenient كلمة إنجليزية معناها مناسب ملائم. ها حبيبتي صاحبتك تاليا تتفرج عليك على اليوتيوب ويمكن تشوف الفيديو هذا. أيوة حبيبتي. أنا زمان عندهم كثير من أصحابهم يتفرج عليهم في المدرسة. أنس أنت عندك أصحاب يتفرجوا عليك في المدرسة؟ مين؟ صحة وعافية إيمان كلكم العائلة. ويوسف بيأكل. تحبي تمسك يد أخوك؟ تبي العطية؟ قوم يسر. يوسف is walking with my dad. See? Screaming. And he says something. He says mama. He says no no. He says baba. Yusuf, say no. Say no 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 no. Say it. Red sea moon. Go on. The hand for the red sea moon. Mama, ما يبغى يأكل يعمل هذا الحركة. والله شكله مرة ضحك. أنا جالس لحاله في المول. خدت كم صورة عليه حلوة إن شاء الله. يلا نسمع سلامة. راح النادي الحين باكل هذا في الطريق عشان يعطيني شوية طاقة. ليش اخترت فيتنس تايمينج بين كل النوادي؟ لأني وضعي الآن غير مستقر، بسافر كثير فمحتاج نادي عنده فروع كثيرة زي فيتنس تايم. فلما أروح الرياض مثلا ممكن أروح فيتنس تايم هناك. حاول أروح النادي 6 أيام في الأسبوع، كل يوم أمرن عضلة معينة. رجولي صراحة أمرنها بالجري، فكل ما أجي النادي لازم أجري كمان 10 دقائق حتى أحافظ على وزني. هذه أصعب شيء الكرشة. والمشكلة عندي إنه في الويكند لخبط أم النظام، يعني قصدي آكل كيك وآيس كريم كل شيء يوم الخميس والجمعة، فهذه مشكلة. الحمد لله خلصت. شوف هذه الآلة درج رهيب. وإلى الرياض مرة ثانية. لي تقريبا سنة كل أسبوع بسافر الرياض بهذا الميكروفون مع العفش اليدوي. اليوم قرر إنه يأخذ الميكروفون مني يقول حطه مع العفش جوة الطيارة. قلت له شرحت له لي سنة وكل أسبوع بسافر مع مراد يعطينه هو، يقول لي كلم المدير. قهرني صراحة، كلمت المدير وأعطاني الميكروفون. شوفوا الأراضي البيضاء كثيرة، هذه بداية أطول برج في العالم.
الحمد لله وصلت الرياض، بس أحس بآلام شديدة جدا هنا. احتمال يكون عندي فساد الكلى لما بحثت على الموضوع في جوجل. فالله المستعان، شكلي حروح المستشفى على طول. بسم الله، باخذ إبرة. من زمان ما أخذت إبرة، يمكن 10 سنوات. بسم الله، خايف شوية، متوتر. شوف كيف أنا قوي، ما صحيت ولا بكيت. بسم الله، ما شاء الله. دكتور عمار عنده موهبة رسم، ما شاء الله. شاف ولده على السرير نايم زي كذا، شوفوا كيف حوله، ما شاء الله يحفظه. سوبرمان خلاه سوبرمان، ما شاء الله، حلوة الصورة. دكتور دخلوني هذا الجهاز، سبحان الله، تكنولوجيا. لي تقريبا 3 ساعات في المستشفى، طفشت. الله يعينهم اللي يقعدوا في المستشفيات، يوم يومين أسابيع أشهر، صعب صراحة. الله يعينكم. الحمد لله رب العالمين، نتائج الأشعة وصلت وما فيها شيء، غالبا شد عضلي من التمارين الرياضية في النادي. الحفاظ بالدباب شخصية، شكرا. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. حب هذا الدعاء. قدامكم آخر فلوج وآخر التحدي، ادعموني بمشاهدة هذه المقاطع إذا ما شفتوها، وكمان لا تنسوا تزوروا موقع الجديد moshaya.com. صممتها من الصفر، يعني ما استخدمت برامج زي ووردبريس، واستعجلت في التصميم شوية، بس كان من الضروري أن يكون عندي موقع، والحمد لله. يلا يا أخواني أخواتي، peace be upon you.